شغال يابا، الفيديو شغال ايه؟ مصر كلها شغال بتدور يابا، عليه. شغال هنا ايه؟ شغال هنا زي ما انت شايف. انا شايف اللي انت لا ده حرامي بيجح. شغلي، ما انا شغال. اطلع لي كده بره كده صاحبي، تعالى حاضر يابا. تعالى. طب بتسرق ايه؟ انا ما بسرقش يابا، انا شغال يا عم. ده منظر حرامي. بصراحة هو منظر حرام. حرامي ايه يا صاحبي؟ انا مش يا عم شغال. هنا سباكة. بكى اه يا عم، شغال على باب سباكة. المعنى انت بتسرق يا صاحبي؟ يا عم. بس رأينا هو ده منظر واحد حرام يا صاحبي. اه صاحبي تعالى كده. ليك يا عم، اوعى كده بس بعد اذنك عشان اه المواسير. منظرك حرامي. مواسير؟ اه ده المواسير انا حللها. حللها؟ طب خير مين اللي اتصل بيك قال لك تعالى اشتغل؟ الجماعة اللي فوق. فوق فين؟ فوق في اخر دور. دور الدرك كام اخر دور ده؟ هو العمارة دي كام دور انت مالك يا عم يا الدور عم؟ انت؟ العمارة دي كام دور؟ على اي تسعة. حكاية؟ هما الناس اللي في التاسع، مين اللي في التاسع؟ مين اللي كلمك؟ وليها كبيرة فوق قاعدة على هيطلع هو الكرسي اللي في معانا. التاسع. في يا في الدور صاحبي التاسع؟ مالك؟ ايه التفاصيل دي كلها يا صاحبي؟ صاحبي انت هو انا بتسرق، لو صاحبي انت حرامي حرام يا اخش صاحبي. كده هسيبك وعادي يا صاحبي. ما انت اقل مش حاجة عارف بصراحة اعملها البجاحة دي انت جايبها منين. يا عم على باب الله. بقول لك باب الله ايه الساعة 3 صاحبي؟ انا بصحى يا صاحبي، ده حكم شغل. انا بصحى متأخر. الساعة شغل ايه 3 اللي الفجر. بتصحى له الساعة شغل 3؟ سباكة. شغل سرقة. اه سرقة. ايه سباكة؟ لا معلش زميلي، ما ده انت حرام يا زميلي، لا مش انا حرام. هسلمك يا زميلي. لا زميلي تسلمني ليه؟ بتاع ايه؟ بتاع شغال ايه؟ مرشد انت؟ ايه تعالى بس انت مرشد؟ جيت يابا. تعالى كده انا هتصل بالظبط يجي ياخدك. ليه يا زميلي يا عم انت؟ جو انا ساكتني بس رايح حاجة. امال ايه اللي في ايدك ده؟ ده عدتي سريعة منك. عدتي؟ لا بس انت دي عندك عدة حاجة السرقة. جايبها من جيبي يابا؟ محدش جابهالي. خير يا صاحبي، بعد اذنك سيبني اخلص سرقة، اخلص شغل. خد يا صاحبي. خير يابا بقى؟ يابا هنقعدوا بقى فاضيين بقى؟ سيبني زميلي، انا في اخر سمونة بيجح بحلها بجد. وعايز اتوكل على الله. عايز ايه؟ انت بتفك يا صاحبي دلوقتي افك موتور يا عم. وهتاخده وتبسم. امال هسيبهولك؟ اخده صلحه زميلي، اخده بيتنا على ركبه في بيتنا يعني. امال اخده هسيبهولك؟ تاخده تبيعه. ما ده اللي داير اليومين دول. لا زميلي والله ما اخده بيها. امال هتاخده تعمل بيه ايه؟ والله ما اخده اخده الواحد بيها. دي لواحد صاحبي بيها. عامة يا معلم مفيش حد كلمك وانت جاي تسرق وانا اللي ساكن في اخر دور. يا شو عم قلت انا لك؟ بكدب على كدبني؟ اه انت كذاب واقف وحرامي. بالكعبة احط مفك كده في زورك. ده انت حرامي الله الله وبجح. الله. ليه بقى بتكدبنا يعني؟ انا يا ازميلي جدع بقول لك انا اللي ساكن في اخر دور. يا عم اسكن في اخر دور. ولا عم الدور كام شقة؟ هو مفيش شقة غيرك؟ واحدة. مفيش غيرك؟ مفيش، هي طب شقة اطلع واحدة. اسألهم بقى فوق ازميلي، وقول لهم انتوا كلمتوا سباك ولا يا لا. عم انا عايش لوحدي. تعالى كده بس، جيت يا صاحبي. تعالى هو الظابط هو اللي هيحل بيني وبينك. بقول لك ايه، قول. امسك كده، وبعد ما امسك امسك كده اهو. امسك. لا سيب لي المفك كده عشان مستلم. السلام عليكم. السلام عليكم. خد يا جدع.